with an old man sitting among his children, and I pulled his beard. How many of your sons or grandsons are in the jail right now? How many? بتعرفي قديش عندك اولاد واحفاد بالسجن؟ قديش؟ ثلاثة. اولاد ولا احفاد؟ بنات لا. لا احفاد احفاد. اولاد. اولاد. اولادك قديش في السجن؟ كم واحد؟ اولاد اولادك كم واحد بالسجن؟ خمسة بابا. واولادك؟ ما هم اولاد الخمسة، هذين هذول اولاد؟ ثلاثة الاولاد هذول. الولد هذا شفت اللي أنا؟ Do you know the answer? قديش عندهم خديجة؟ أولاد يعني نعيد من هذا، أولادها أولاد أولادها، قديش السجن؟ اعتقلوا قبل سن 18 سنة ثلاث موجودين الآن في السجن. أوكي. نعم، واحد منهم مصاب وأخذوه والساعة إصابته ما تشافت إيش في رجله. في غيرهم ولا بس الثلاث؟ الثلاث الحين بس. Now until now they have three in the prison. One of them, he was shot in his leg and he's still injured. He's in the prison also. And they are also under the age of 18. Oh, they're minors. Yes. And